دخلوا للكابينة طبعا ليروا من يقود الطائرة، من الذي نزل بالطائرة في المطار. ففتحوا كابينة القيادة ووجدوا الكابتن، ولكن الكابتن هو عبارة عن هيكل عظمي بشري موجود في مكانه وممسك بمقود الطائرة. ياو ياو ياو، عائلة مساحة يا أهلا. قبل عدة سنوات وبالتحديد في 4 سبتمبر من عام 1954 حلقت طائرة الرحلة 513 من خطوط طيران سانتياغو بشكل عالي جدا من مدينة آخن الألمانية، وعلى متنها 88 راكب وأربعة من طاقم الطائرة، وبهذا يكون فيها 92 شخص. كانت الرحلة متجهة نحو البرازيل وبالتحديد نحو بورتو أليغرا، أي أن الرحلة ستقوم بعبور المحيط الأطلسي بكامله. كان من المفترض أن تستغرق الرحلة حوالي 18 دقيقة، لكن قبل أن تصل هذه الرحلة إلى الوجهة حصل ما لم يكن يتوقعه أي أحد. حصل شيء لن نره إلا في أفلام الخيال العلمي والرعب والغموض. الرحلة عوض أن تستغرق 18 ساعة للوصول، استغرقت حوالي 37 سنة لكي تصل إلى وجهتها. عندما انطلقت الطائرة من المطار وبعد بضع ساعات فقط انقطعت كل الاتصالات بين الطائرة وبرج المراقبة، واختفت من الوجود تماما ولا أثر لها على الرادار إطلاقا، ولم يسمع عنها أي أحد أي شيء بعد ذلك، ولم يتم إيجاد أي أثر لحطامها. قصة اختفاء الرحلة 513 هي فعلا واحدة من الأعاجيب والألغاز التي حصلت في القرن العشرين والتي لا حل لها إلى اليوم، وتعتبر من القصص الغامضة، بالخصوص قصص الطيران أو الغاز اختفاء الطائرات. والشيء الأكثر غرابة في القصة هو ما حصل بعد ذلك، أي ما حصل بعد أكثر من 35 سنة من اختفائها. ففي أحد الأيام وبالتحديد في 12 أكتوبر من عام 1989 فوجئ كل العاملين والموظفين في المطار الذي أقلعت منه الطائرة عندما اختفت، وشعروا بالدهشة مما شاهدوه. فبدون أي سابق إنذار وبدون أي إشارات ولا علامات على الرادار، حطت الطائرة المختفية لأكثر من 35 سنة في المطار ونزلت على المدرج بسلام. السؤال الذي كان يدور في ذهن الناس وفي ذهني وفي ذهنك أنت أيضا هي أين كانت الطائرة كل هذا الوقت؟ والسؤال الثاني وهو الأكثر غموضا وهو من وجدها ومن الذي كان يقودها؟ كل هذه الأسئلة المخيفة كان العمال في المطار يطرحونها على بعضهم البعض. فمباشرة بعد أن ظهرت الطائرة في المطار قامت السلطات بإرسال فريق أمني للطائرة لكي يقوموا بتفتيشها وفحصها والبحث عن أي دلائل موجودة في داخلها. لكن عندما اقتربوا من الطائرة شعروا بالحيرة لاكتشافهم بأن هذه الطائرة بالتحديد هي تابعة لشركة طيران سانتياغو، والمخيف أن هذه الشركة أغلقت أبوابها عام 1956. كان هذا أول شيء جعلهم يشعرون بالحيرة والدهشة. لكن عندما دخلت المجموعة الأمنية إلى داخل الطائرة لتقوم بتفتيشها، بصراحة كانت قلوبهم أن تتوقف من الفزع والخوف مما شاهدته أعينهم. كان المشهد فعلا مخيف. فعندما دخلوا وجدوا التالي، وجدوا 92 هيكل عظمي بشري، وكل هيكل جالس في مقعده، وهذه الهيكل العظمية هي لأولئك الركاب الذين سافروا في الرحلة قبل 35 سنة. لكن مهلا جاء دور فحص كابينة القيادة. دخلوا للكابينة طبعا ليروا من يقود الطائرة، من الذي نزل بالطائرة في المطار. ففتحوا كابينة القيادة ووجدوا الكابتن، ولكن الكابتن هو عبارة عن هيكل عظمي بشري موجود في مكانه وممسك بمقود الطائرة. وفي الحقيقة هو الهيكل العظمي الحقيقي لكابتن الطائرة، والذي اسمه ميغيل فيكتور كيري، وهو الكابتن الذي سافر بهذه الطائرة قبل 35 سنة. وجدوه هيكل عظمي في مكانه. السؤال هو كيف قام بإنزال الطائرة وهو ميت وهو هيكل عظمي؟ كان المنظر مفزع للغاية وكأنهم في حلم، لا يعرفون هل هم في واقع أم هم نائمين، لكن تبين أنهم فعلا صاحين وما يرونه هو فعلا حقيقي. الطائرة ظهرت من العدم ونزلت بسلام على المطار، ومن نزل بالطائرة على المطار هو إنسان، ولكن إنسان ميت. بفترة قصيرة جدا نشر إيروين فيتشر
تقرير مفصل عن الحادثة الغامضة في مجلة Weekly World News Tabloid Magazine في عددها الصادر في 14 نوفمبر من عام 1989. طبعا عندما نشرت تقارير أخرى هنا بدأ نوع من النقاش والجدال ينشأ بخصوص هذه الحادثة. كان الجدال يقوم بين من يؤمنون بهذه الحادثة وأنها ربما حصلت نتيجة شيء خارق للطبيعة، وبين من يشكك في الحادثة بالكامل. وحاول الكثير من المهتمين بالأشياء الغامضة والألغاز فك لغز الرحلة 513. وكان الشيء الأكثر حيرة ليس اختفاء الطائرة ومرور 35 سنة على اختفائها، بل هي الطريقة التي ظهرت بها من العدم، وعلى متنها طاقم من الموتى ومن كان يقود الطائرة والركاب أيضا موتى. ومن كان يقود الطائرة أشباح مثلا؟ قامت الحكومة البرازيلية بمحاولة لفك لغز الحادث، وشكلت لجنة بحث وتحقيق، وقامت بإعطائها الصلاحيات اللازمة للبحث في الموضوع. لكن بعد مدة طويلة من البحث والتحقيق، الغريب أن هذه اللجنة لم تصدر ولا أي تقرير عن الحادث، ورفضت تقديم أي تفسيرات أو نظريات. وهذا أيضا شيء غريب من الحكومة البرازيلية، كون الحادث وقع على أراضيها، وليس حادث عادي فقط، بل حادث نادر وغامض وفيه موتى. لكن في النهاية اعترف جميع المسؤولين البرازيليين أن الطائرة ظهرت فجأة في السماء وهبطت بنجاح. وهذا الأمر المريب جعل الناس يشكون بأن الحكومة تخفي شيء ما، ولربما هي أيضا متورطة. أكثر الفرضيات قبولا بين الناس التي تحاول أن تفك لغز اختفاء الرحلة 513 هي فرضية الثقوب الدودية. ومن المحتمل أن الطائرة 513 دخلت في ثقب زمني، أو بالتحديد ما يسمى بالثقب الدودي، أي أن الطائرة سافرت عبر الزمن. سنة 1916 قام أينشتاين بدراسة معادلات حول النسيج الكوني في نظريته النسبية العامة، وخلص إلى شيء في تلك الفترة كان ضرب من الجنون. خلص إلى أنه في الفضاء يوجد فراغات، هذه الفراغات لها قوة جذب عظيمة جدا، وتقوم بابتلاع أي شيء يمر أمامها، وهذه الفراغات هي ما يسمى بالثقوب السوداء. ويبدو أن معادلات أينشتاين وتنبؤاته كانت صحيحة، فدار الزمن دورته لتأتي سنة 2019 لتؤكد أحد نبؤات أينشتاين، وذلك بالتقاط أول صورة حقيقية للثقب الأسود. يبدو أن سنة 2019 سيتذكرها التاريخ على مدى طويل جدا جدا. طيب لماذا أذكركم بالثقب الأسود؟ لأن أينشتاين اشترك مع الفيزيائي ناثان روزن في عام 1935، واعتمد على نظرية النسبية العامة لافتراض شيء آخر أكثر غرابة من الثقب الأسود، وهو الثقب الدودي. وفي الحقيقة في تلك الفترة قاموا بتسميتها جسور أينشتاين روزن أو أينشتاين روزن بريدجز. والثقب الدودي هو نوع من الجسور أو الممرات أو الأنفاق التي تربط نقطة في الفضاء بنقطة أخرى. وهذه المادة مثلا تدخل في ثقب أسود في مجرة درب التبانة، وتخرج من ثقب أبيض في مجرة بعيدة مثلا اسمها ماك اس 0647 جي دي. وهذا الثقب الدودي هو أشبه بممر مختصر، طريق مختصر، وواحدة من صفاته أنه يسمح لك بالسفر عبر الزمن، تماما كتلك الاختصارات التي كنا نجدها في لعبة كراش في بلاي ستيشن 1. من ما زال يتذكر تلك الاختصارات؟ إذا لعبت هذه اللعبة اضغط لايك، نشوف كم واحد لعبها. يقول أينشتاين أن هذه الجسور هي منطقة في الزمكان تسمح بتقليص المسافات وتسمح بعبور حاجز الزمن، شيء خارق للطبيعة. هنا على الأرض لربما في الفضاء هو شيء عادي. قال أحد الأشخاص المهتمين بمعرفة نتائج تحقيقات اختفاء الطائرة، واسمه رودريغو ديمانها، وهو أستاذ الفيزياء السابق في بورتو أليغري، قال لدى الجمهور الحق في معرفة كل شيء عن هذه الطائرة، وعلى الحكومة أن تخبرهم بذلك. ولم يكن هو الوحيد الذي طلب بهذا الأمر، بل تبعه الكثير من الناس، منهم باحثين ومحققين، ومنهم باحث في الماورائيات واسمه سيلسو أتيلو. هذا الشخص قال تعليق ساخر على هذه الحادثة، قال الطائرة كان يقودها قبطانها الذي هو هيكل عظمي، وجميع أفراد الطاقم هياكل عظمية، وكل الركاب أموات أيضا،
المسؤولون لا يريدون مناقشة التفسيرات أو إعطاء فرضيات لتفسير الحادثة، لكنهم لا يستطيعون إنكار أن هذه الطائرة قد تحدت قوانين المكان والزمان، والله وحده يعلم كيف تمكن الهيكل العظمي من الهبوط بالطائرة. ومن يعلم، ربما كان يلعب بابجي أو فري فاير.